حياتي قاعد تنهار قدام العالم. طبقة البسكوت موجود. أوف شفت الدم؟ ما عندي شيء ثاني أقوله غير الله يكرم النعمة وعيب عليكم. Alexa, turn on all the lights. أهلا أنا محمد إبراهيم وهذه قناة نباتي. قناتي في فيديوهات كثير أنا بنفسي أحاول أسوي بدائل نباتية. ممكن هدوء شوي. فالمهم أكل بشكل يومي دائما يكون صحي، اللي هو عدس، بقوليات، مكسرات، هذه الأشياء. طبعا ما يعرف أنا حاليا في أمريكا، كل مرة أروح سوبر ماركت هول فودز أشوف بيتزا نباتية فيجن جديدة، أشوف آيس كريم جديد، أشوف برجر جديد. ففيديو اليوم قلت بأخذكم معي، بنروح في هول فودز الحين، بطلع مشي رومي وبشتري أكثر البدائل النباتية المشهورة اللي هم البرجر مستحيل، ما البرجر مستحيل. فأي والله بس بالك كلام زايد، وين رومي؟ برد والحين بعد مطر. المهم ما حد حولي فخلت كلام بسرعة. الحين أنا عند هول فودز. هول فودز هذا متجر منتجات صحية، سوبر ماركت حق البدائل الصحية، البدائل النباتية، المنتجات العضوية وهذه الأشياء. هول فودز معروف، موجود في كل محل في أمريكا، ومن 3 سنوات أعتقد أمازون، شركة أمازون اشترت هول فودز. فالفلوس اللي نحطها بهول فودز الربح راح يروح حق جيف بيزوس، اخذنا رجل بالعالم. دائما احاول لما اقضي اغراضي اني اقضيها بمحل او بقاله منتجات صحيه محليه، تكون حقت العوائل المحليه، بس المحلات هذه بعاد صعب انك تلقاها، وهول فودز موجود في كل محل. المهم انا قاعد اقول لكم هذا الكلام عشان لا تسوون زي تسوقوا محلي. جيف بيزوس وامازون ما يحتاجون فلوسنا. طيب يوم كامل، امس لما رجعت حطيت الاغراض اللي تتفرزن بالفريزر والاغراض تنحط بالثلاجه حطيناها بالثلاجه، وتوني صحيت قبل شوي وجايع ما اكلت شيء للحين لان عندنا اغراض واجد راح ناكلها اليوم. عشان اسهل تقييم المنتجات، كل منتج راح نجربه بنقيمه على 4 مستويات. المستوى الاول اللي هو افضل شيء 100% ولا غلطه راح اشتري مره ثانيه. المستوى الثاني يعني جيد بس ما بتعنى المره الثانيه. المستوى الثالث ما يسوى، ما راح اشتري مره ثانيه، ما راح افكر فيه اصلا، بس شكرا على المحاولة وعلى توفير خيار نباتي. المستوى الرابع والأخير أقل شيء اللي هو راح يكون عيب عليكم، الله يكرم النعمة 0%. فراح تكون عندنا 4 مستويات هذه اللي بنقيم كل منتج على حسبها. مرة ثانية مثل ما قلت أنا الحين بأمريكا، فالمنتجات هذه موجودة في أمريكا، بيون برجر مثلا، الفاي لايف، الجبن النباتي، الفيجن بدون منتجات حيوانية، متوفرين بعض متاجر الصحة في الخليج وبعض المناطق بالعالم العربي، بس ما أعرف إذا إن هذه المنتجات متوفرة بأي محل ثاني. إذا أنتم تعرفون عن هذا الشيء حطوا بالتعليقات عشان نفيد بعض، وإذا أحد في منطقتك يعرف وين يشتريهم أو يروح عشان يجربهم. طيب البدائل النباتية لوجبة فطور اللي هو يسمونه جاست ايج، انه بديل حق البيض المقلي السكرامبل ايجز. ما مرة جربته بس كثير حتى منكم ارسلتوا لي رسائل عنه وقلتوا لي انه يعجبكم لان طعمه مثل طعم البيض بالضبط. ما له ريحة. بهالطريقة صح؟ نسيت كيف نطبخ البيض. ريحة بيض. عندنا هنا جبن سائل، جبن فيجن نباتي، راح احطه على بيجل. وعندنا هنا اشهر حليب نباتي الفترة هذه اوتلي، شركة اوتلي، اللي يكون حليب شوفان 100%. ما اعرف بالضبط شنو المميز فيه، بس اللي اعرفه ان طعمه وقوامه مثل طعم او قوام الحليب البقري او الحليب غير نباتي. اخر جزء من وجبة الفطور راح يكون عندنا الروب، مكون من حليب اللوز. نقول بسم الله ونجرب البيض اللي من النباتات مو من الدجاج. وما في طعم الزفر حق البيض، يعني يفي بالغرض بس ما بتعناله. طيب نشوف الكريم تشيز. اوه اوكي، الطعم التماسك كله 100%. بعطيه 100% بشتري مره ثانيه. ابغى احط البيض مع الجبن، بيرفكت ميكس حق وجبه الفطور النباتيه.
الخادعة. البيض الحالة لا، بس لو بتحطه مع الجبن على بيجل 100% بشتريه مرة ثانية. بنجرب حليب الشوفان أوتلي. أحب أسوي حليب الشوفان بنفسي، سويت فيديو كامل بوريتكم كيف أسوي حليب الشوفان، بس هذه أول مرة بجرب الوصفة الجديدة حق شركة أوتلي. طعمه أحسن من اللي أسوي بالبيت، وفي الطعم الدسم اللي كنت أحسب إنه يجي من الإنزيمات الموجودة في حليب البقر. أوتلي 100% بشتريه مرة ثانية. خلونا نجرب الروب. طيب نقول بسم الله. يعني ما راح تعنا مرة ثانية، بس يفي بالغرض. لما أفكر بالبدائل النباتية المشهورة، أول شيء يجي في بالي هو بدائل اللحم النباتي، وأكثر شركتين اللي حتى سويت عنهم بحث في أحد كلاساتي هم الإمباسيبل فود وبيوند ميت. الامبوسيبل ميت هذول اكثر شركه سووا بحث عشان يوصلون مو بس لشكل اللحم، بس برضو طعم اللحم، حتى ممكن يكون في شوي شبيه الدم. قطعه من هذا البرجر اللي هو راح يكون 240 سعره حراريه، 19 جرام بروتين و حلال. طيب تمام شكرا. في المنتج هذا اللي اول مره اشوفه، الكورن دوغ اللي يكون نقانق او شو نسمي كورن دوغ بالعربي، المهم اللي يكون زي السندويشه صغيره مجهزه لك على شكل الجيمات. المهم نروح نجربهم. برجر المستحيل. ريحة لحم مفروم. تماسك، شوف الشكل، ما شاء الله ما شاء الله. وعندنا هنا البيوند برجر. بسم الله. اوف، شفت الدم؟ اوف 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 اوف. طيب راح نحط شرايح الجبن النباتي بعد عشان نقيمه مرة واحدة. برجر البيوند ميت وبرجر الامبوسيبل ميت. اول شيء خلينا نجرب البيوند برجر، نقول بسم الله، وحطيت مع الجبن فراح نقيمهم مع بعض. الحين جاء وقت البرجر المستحيل الاصلي، الامبوسيبل برجر. هذا شكل الامبوسيبل برجر. موجود طعم اللحم الاحمر اللي يكون طعم الدموي. من ناحيه الطعم البيوند ميت يفوز بالنسبه لي، من ناحيه اذا كنت ابغى تجرب شيء ما تفرق بين النباتي والغير نباتي، الامبوسيبل يفوز. فلهذا السبب اثنينهم بقيمهم 100% راح اجربهم مره ثانيه. عندنا هنا الكورن دوغز اللي هو يكون هوت دوغ او نقانق، ولو اني اول مره بشتري بس 100% بروح اشتري مره ثانيه. 10 على 10. عندنا هنا الحين بيتزا جاهزه مفرزنه، تشتريها من سوبر ماركت تحطها بالفرن تجهز لك. البيتزا هذه نباتيه 100% بدون اي منتجات حيوانيه، الجبن نباتي، الكراست نباتي، كل شيء فيها نباتي. هذه من اكثر المنتجات اللي متحمسه بهذه الحلقه. طيب نقول بسم الله. يعني ما علامها، طعم وتماسك الجبن يبي له شغل، ما تسوى، ما راح اشتري مره ثانيه، بس شكرا على المحاوله وعلى توفير بدائل نباتيه يا شركه دايا. ما اعرف اذا هذا بسبب انه ما في طلب كثير، بس اللحم المفروم النباتي ماخذ مساحه اكبر بكثير عن بدائل الدجاج النباتي. موجود هذه اللي هو شركه امرج، عندهم هنا برجر دجاج نباتي، لان بشكل قانوني في امريكا ما اتوقع انهم يقدرون يكتبون تشيكن، كلمه تشيكن، لان هذا ما يعتبر دجاج. شركه بوكا تشيك ان، مو تشيكن، لان ما يقدرون يكتبونه بشكل قانوني، وعلى شكل ناجتس. كذا اربع قطع ناجتس، 160 سعره حراريه، 14 جرام بروتين. وعندنا هذا المنتج من شركه مورنينج ستار اللي هو يكون قطع دجاج مشوي اعتقد، كل 12 قطعه راح يكون موجود فيها 140 سعره حراريه و 23 جرام بروتين. عندنا هنا الناجتس حق الدجاج، صوص سويته بالفيجنيز مع باربيكيو صوص وشوي خردل. اول شيء خلينا نجربها بدون. طيب لما جربته بدون الصوص كان شوي ناشف، بس منو ياكل الناجتس لحالها؟ الشكل ما علامه، يعني شوي مشابه للدجاج، يفي بالغرض. بشكل عام شكل الناجتس راح نقيمه، ما راح تعنى مره ثانيه، بس يفي بالغرض. الدجاج المقلي من مورنينج ستار جهز، ما كنت متوقع انه راح يعجبني لهذه الدرجه. في اللي هو نكهه الدجاج اللي تكون مالح وفيها بهارات شوي وعالي بالبروتين. الدجاج المشوي حق مورنينج ستار 100% بيصير مره ثانيه. طيب وهذا برجر الدجاج من شركه امرج. ماني خلق اتفنن، دجاج، خبز، مايونيز، الحمد لله رب العالمين. قبل ما ابدا، الريحه والشكل، ريحه وشكل دجاج. ما ادري، عندي احساس ان هذا اللي راح يكون عيب عليكم، الله يكرم النعمه. المهم قول بسم الله. ماسك حقه مو قوي وسايل شوي من داخل، مع اني طبخته زين، توقعت اصلا اني حرقته،
طعم ما له طعم، بس طعم ملح وهواء ومايك. ما عندي شيء ثاني اقوله غير الله يكرم النعمه وعيب عليكم يا امرج. هذا راح نحاوله ونسوي به سماد. نختم الحلقه بالحلى النباتي. نبدا بالاسكريم اللي هو الماغنوم، شركه ماغنوم. هذا اذكر قبل ما احول على نظام نباتي كنت دائما اشتريه، ولما اخلص اختبارات اكافئ نفسي بهذا الايس كريم، بس ما كان في خيار نباتي. ما يسوى، بس شكرا على المحاوله. نيويورك تشيز كيك اللي اتوقع يعني تشيز كيك الطبيعي العادي. طبقة البسكوت موجود، حلو حلو. إذا نكون صريحين الشكل يحمس. في طعم جوز هند، مو متعود أنا على هذا الشيء. التشيز كيك أحب فيها طعم الجبن، طعمها مو سيء، ولو تحب جوز الهند بتعجبك أتوقع. ما راح أتعنيها مرة ثانية، بس يفي بالغرض. ان شاء الله يكون عجبكم الفيديو. لا تنسوا تحطوا لي بالتعليقات اذا في حواليكم في بقالات او سوبر ماركت او اي محل يبيعون بدائل نباتيه، حطوا اساميهم عشان نفيد بعض. لا تنسوا تسوون لايك حق هذا الفيديو. اللايكات على الفيديو ترى تدعمني وتدعم قناتي بشكل كبير، فسووا لايك حق هذا الفيديو وسووا سبسكرايب حق القناه. هذه الاشياء الوحيده اللي تقول حق اليوتيوب ان المحتوى عجبكم. احب اقرا تعليقاتكم، ارد عليها لو كان عندي فرصه. بروح برتب المطبخ، باكل باقي البرجرات. شكرا مره ثانيه على المشاهده والدعم، واشوفكم فيديو الاسبوع الجاي. هذا الاضاءه طفت لحالها.